القرن الثاني عشر أسسها الموحدون وبنى فيها عبد المومن رباط الفتح. حفيده يعقوب المنصور هو المؤسس الحقيقي، أرادها عاصمة لدولته بتحسينها بالأسوار وبنى مسجد حسان، وأكملت عهد أبي يوسف المنصور الذي شدت ألوية الفرسان وراءه. الرباط ليست مدينة سهلة المنال، تخاطبك ولا تنظر إليك، لكنها تدفع دائما وتذكرك بأنها الرباط. من دخلها طلبا للعلم تعلم وتأدب وتعرف على المسالك من الوداية إلى حسان ثم شالة. بقدر ما تقترب منها تبتعد عنك وتستقر روحها في كل زاوية في كل ركن وفي كل بيت، لكنها تتبدل تتغير كل سنة مرة، تفعل في النهر أشياء كثيرة، تعيد تصفيفها على مزاجها، لا تتعب لا تنام كي تزداد جمالا ورونقا. حسان أشهر معالمها، إذا كنت زائرا فبطقوس المحب العابد الخشوع في كل مرة تمنحك وجها آخر وتحيرك بالأسئلة، ترميك في التاريخ ثم تنتصب أمامك معاصرة. وما أن تتحرك طلبا للراحة حتى ترميك من شلة العتيقة إلى شارع القناصل، حيث الصناع التقليديون، وتميل بك نحو ما جد لديها من مسار للترامواي، اركبه واختر أن تذهب أو تعود، القرار قرارك، إن لم تعد فاتك ليل الرباط. كي تبقى صورة النهار راسخة، ليل الرباط حيث تدخل كل ساكن إلى بيته باكرا وتبقى في وحدتك. لا تنفعك في غزلها حتى المعلقات السبع، اكتب واحدة إن أردت.